كابتن ايهاب جلال بيشتغل في ظروف مش افضل شيء بكل تاكيد، ما عندوش قائمه مكتمله، في نواقص عديده في القائمه، ورغم كده بيحاول يحسن من اداء الفريق، وهنا بيواجهوا حاجه صعبه جدا دي بقى خارج ارادته، وهو عدم التوفيق في كثير من المباريات، منها مباراه النهارده. شايف الكابتن ايهاب جلال هيتعامل ازاي مع الفتره اللي جايه؟ وشايف الكابتن ايهاب جلال اتعامل بشكل صحيح النهارده في المباراه ولا لا؟ يعني انا شايف ان الكابتن ايهاب مبدئيا هو احسن اختيار للاسماعيلي دلوقتي وبعدين وثلاث اربع سنين قدام كمان. يعني واضح ان في بروجكت بيتعمل، في اجماع بشكل كبير جدا على وجود الكابتن ايهاب من الجمهور، وده مهم جدا. يعني جمهور الاسماعيلي مش سهل انك ترضيه على طول، عشان هو محب جدا لناديه ولفريقه، وبيبحث دايما عن عوده الانتصارات وعوده الاسماعيلي بشكل اللي كلنا بنحبه يعني. فطول الوقت ما عندهمش صبر، يعني اوقات كتير جدا كان في اجهزه اشتغلت وشغلت كويس، زي مثلا كابتن حمزه جمل، وفي وقت من الاوقات كان شغال كويس قوي، وبرده ما كانش الناس في رايي متفقه بالشكل اللي متفقين عليه دلوقتي مع كابتن ايهاب يعني. فكابتن ايهاب مدرب اسمه كبير جدا، الرؤيه بتاعته واضحه جدا، طريقه اللعب بتاعته واضحه جدا، شخصيته يعني واضحه على اللعيبه في الملعب، هو بيستحوذ في كل المباريات وبيعمل الكلام ده قدام الكبير وقدام الصغير، واللعيبه الصغيره كبرت بسرعه. فكره برده انك يبقى عندك شويه لعيبه صغيرين، هو راح لقى سكواد ما اختاروش، ولقى شويه لعيبه صغيرين ما فيش حل ان هم ينضجوا او غير بالوقت، فالراجل ما عندوش حاجه يقدر يقدمها للولاد دي غير انه يكسبهم ثقه او امكانيات زياده. ففكره ان الكره تبقى معاك طول الوقت، الولاد بيكبروا بسرعه انه حاسس ان انا الكره معايا، ما انا قادر اعملهم حتى قدام النادي الاهلي، فالكره بتروح يمين وشمال، وبندور كتير جدا قدام فرق الدوري كلها. اعتقد ان طريقه لعب الكابتن ايهاب بتفرق جدا في شخصيات اللعيبه، وان اللعيب حاسس ان الكره معايا طول الوقت فانا كبرت بسرعه. لكن في النهايه الامور صعبه جدا على الكابتن ايهاب. كابتن ايهاب معظم المرات اللي تولى فيها قياده الاسماعيلي كان عنده ظروف صعبه جدا، ما عندوش فتره اعداد بوقت كافي، ما عندوش امكانيات ماديه بشكل كبير، ما عندوش قدره انه يجيب لعيبه، يمكن حتى اللعيبه اللي جابها في يناير كلها كان عندها ظروف مختلفة، يعني ما قدرش يجيب لحد بيلعب في نادي يقدر يدفع فيه فلوس. انا مثلا سألت حتى على اللعيبة، وكان في بعض الانتقادات على فكرة، مثلا انه احمد الشيخ بقى له فترة بعيد، إيريك تراوري بقى له فترة بعيد، هشام محمد بقى له فترة بعيد، دول لعيبة كبيرة يعني بس بقى لهم فترة بعيد. فالكلام كان انه الاسماعيلي تعاقد مع اللعيبه ديت في اخر يوم في فتره الانتقالات، فما كانش في لعيب بيقدر بالزبط يستنى بالزبط غير المتاح اللي هو ثلاثه دول بالتحديد لعبنا مع بعض. انا لعبوا معايا في نادي مصر المقاصه سنه 2017 لما حصلنا على المركز الثاني في الدوري ولعبنا افريقيا، كابتن ايهاب حتى ما كملش معانا. كابتن ايهاب عنده ثقه في اللعيبه دي، عنده ثقه في امكانياتها، وده مهم جدا. اعتقد لو كان في اي مدير فني ثاني موجود في الاسماعيلي ما كانش يقدر يجيب اللعيبه دي. كابتن ايهاب عارف ازاي يفوقهم، يعني عارف ازاي يطلع منهم احسن حاجه. وفي النهايه هي تجربه حصلت بظروفها، ربنا اراد ان هم يكونوا موجودين والظروف ارادت ان هم يكونوا موجودين، لكن في النهايه السيزون هيخلص وفي نتائج بقى، دي مش بتاعت حد، النتائج دي بناء عليها هتشوف هتستمر ازاي في الفترات اللي جايه، وهتحكم اكتر على الشكل الصفقات.